خدوا بالكم معايا، مكملين على الناتشرال نمبر هناخد حاجة اسمها بروبابيلتي. الحاجات دي بدأ الطلبة دلوقتي بتدرسها من جريد 3، يعني هيطلعوا كل دخلوا. طيب أول حاجة عايزك تتعلمها معايا، لو جاب لك كومبليت أو جاب لك تشوز واداني أي نمبر بلس وده ميسنج والنمبر فضل زي ما هو، يبقى يا ترى 9 بلس وات از ذا نمبر؟ اعمله بلس 9 تفضل زي ما هي 9، تفتكر ايه؟ ها؟ زيرو. حلو الكلام؟ زيرو. يبقى الانسر بتاعتك ايه؟ زيرو. ركز بقى في اللي جاي. الزيرو ده هاز ا نيم، عنده اس، له اس من البروبابيلتي. تسميه ايه يا مستر؟ امشي بقى مع ايدي. ها؟ ايدنتيتي. اديتيف ايدنتيتي. وفي ناس تقول عليه نيوترال. نيوترال. يبقى لما يجيب لي الجمله دي وادي هنا النيم بتاع البروبابيلتي، حضرتك هتقول له ايه؟ ها هنا؟ ايوه اديتيف ايدنتيتي. اي دن، عشان تتعلمها اي دن. بص بص، تي تي سهلة لما بتقطعها. طب تعال نشوف another example. A plus equal A. ها يا حبيبي؟ زيرو. ال A فضلت زي ما هي A. طب يجيب لي complete وتشوز يدينا اهو what is the number، اسميه additive identity. يبقى هنا هتقول له ايه؟ زيرو. يبقى أول حاجة بنتعلمها في البروبابيلتي على ال N حاجة اسمها ها؟ اديتيف ايدنتيتي. سؤال بقى يا مستر، الكلام ده له شكل تاني عندي؟ ايوه، بس هنكمل في الاديشن الاول وبعدين نروح على فكره جديده. تعالوا بقى نشوف فورم جديد، انذر بروبابيلتي، واحنا برضو شغالين في العلم. لو جيت قلت لك 9 ماينس 5، مش لازم يا مستر 9 و5، ممكن يبقى 37 وبلس هنا 63، ايا ما يكون. انت ما بتحفظش النمبر. ايه اللي انا لاحظته هناك؟ 9 بلس 5 وهناك قال لي 5 بلس. يا ترى يا مستر اجيب ايه؟ هل اعمل 9 بلس 5؟ لا، مش هعمل بلس. ليه بقى؟ لان انا لاحظت ان ال 5 موجوده، يبقى مين الميسنج؟ 9. طب الراجل ده عمل ايه؟ بدل، سويتش. بس احنا السنه دي مش هنقول عليها لا بدل ولا سويتش. البروبابيلتي دي عندها نيم، طب نقولها ايه؟ بص بقى كده معايا، كوميوتيف. لازم نحفظ دي. يبقى لما الاقيه عمل سويتش، مش هقول سويتش، هنقول كلمه كومبيوتيف. طب تعال نشوف اللي تحتها، بيقول لي A بلس B إيكوال B بلس. ها؟ هل ينفع أجيب حاجة من بره؟ لا. شكرا. طيب لو سألتك على النيم بتاع البروبابيلتي هتقول له إيه؟ كومبيوتيف. جميل. طب تعال نشوف هنا 9 تايمز 5 إيكوال 9 تايمز. أيوه دي 5 تايمز 9 بتعمل إيه؟ سويتش. لا يا مستر كبرنا. كومبيوتيف. A تايمز B إيكوال B تايمز A. بتعمل إيه يا مستر؟ كوميوتيف. أيوه كده، يبقى الكوميوتيف أقدر أطبقها في الأدنج وفي المالتبلاي، في الأدنج في المالتبليكيشن. دي حاجات هنبتدي نتدرب عليها في أسئلة تجيلك كومبليت وتجيلك تشوز. تعالوا نشوف أنذر إكزامبل. تعالوا كده نشوف أنذر بروبابيلتي واحنا شغالين في الناتشرال نمبر. لو الراجل جاب لك مساله بالشكل دوت 25 بلس 19 بلس 75، هل بنحفظ النمبر؟ لا. يعني النمبر بتتغير؟ ويجي النمبر دول يقول لي ايكوال، وبصيت مالكش دعوه باللي تحت لان دي مساله ثانيه. بص كده، شايف دي وشايف دي؟ يا ترى هنا الميسنج اجيبه ازاي؟ يا ترى هعمل دول بلس؟ لا. طب اعمل دول بلس؟ لا. امال بعمل ايه؟ خد بالك بقى، الراجل ده كان معاه 3 نمبر، خدته
number مع بعض عملهم between parentheses اللي هو البراكت دوت، عمل merge دمجهم. المرج ده عندنا احنا هنتعلم حاجة اسمها associative. بص كده associative. يبقى انت النهاردة خدت معايا ثلاث كلمات نحاول نحفظهم لتن، وكمان لازم نتعلم القراية. طب بص شايف دي، يبقى هنا مين الميسنج اللي هتكتبه؟ شكرا. ال 19 موجودة، 75 موجودة، يبقى الميسنج 25. شكرا. طب نفس المسألة هي بس راح مديهالي بالشكل ده. يبقى هنا عمل اسيستيف لمين ومين؟ 19 وال 75. ادي ال 75 موجودة وادي ال 25 موجودة، يبقى مين الميسنج؟ 20. شكرا. طب هل الكلام ده ينفع زي ما عملت في الادنج اعمله في المالتبلاي؟ ايوه. بص كده، هنا اد 3 نمبرز، خد مين مع بعض؟ خد ال 2 نمبرز دول، يبقى مين الميسنج اللي سبتين؟ برضه دي ممكن تيجي بالشكل ده؟ يبقى دي مساله ودي كمان مساله. هنا ال 25 موجود وال 4 موجوده، يبقى الميسنج 37. يبقى انت النهارده اتدربت معايا على ثلاث حاجات، الايدنتيتي او النيوترال والكوميوتيتيف والاسيسيتيف. لازم نتعلم كتابتهم عشان لو ما جانيش تشوز وجاني كومبليت وعايز النيم بتاع البروبرتي. تعالوا نشوف انذر اكزامبل، تعالوا كده نشوف حاجه ثانيه برضو في البروبرتي. لو اداني نمبر وبيقول لي مثلا 7 تايمز وهنا اداني ميسنج ايكوال 7، فانت بتقول لنفسك عشان ما تشتغلش بمبدا الحفظ، وات از ذا نمبر اعمله تايم 7؟ تديني برضه 7. شكرا. 1. طب بص كده اديهالي بشكل كبير شويه. هنا عندي 2 ميسنج، لما يبقى عندي 2 ميسنج اعمل هاي داري دي، فتبقى دي لوحدها مساله. وات از ذا نمبر اعمله تايمز 9 ايكوال 9؟ اداري دي واكرر تاني وات از ذا نمبر تايمز 9 ايكوال 9. شكرا. وعشان كده ال1 ده هياخد نيم كول، هنسميه مالتيبليكتيف ايدنتيتي. فبقى عندي الايدنتيتي دي واخده حاجتين، واخده 0 واخده 1. الزيرو في الادنج، ال1 ايوه كده. يبقى لو لقيت الكلمه دي كبيره قوي مالتيبليكتيف اعتبرها مالتيبلاي، بس هو اسمه ايه؟ ايدنتيتي. يبقى عندي الزيرو في الادنج وعندي ال1 في المالتيبلاي. طب بص كده ما ادانيش نمبر وبيقول لي ايه ده؟ لتر. اي لتر؟ وات از ذا نمبر اعمله تايم ايه؟ تفضل ايه؟ 1. يبقى دلوقتي بنجمع مجموعه كلمات، هم دول البروبابيلتي اون، وهنبتدي بقى نستخدمهم في مساله واحده. تعالوا بقى نشوف مع بعض، ازاي نجمع البروبابيلتي اللي احنا قلناها في مساله واحده. بص كده حبيبي، يجي يقول لك يوزنج البروبابيلتي في الادنج او في المالتبلاي. انا الاول هشتغل معاك بالادنج. لو انت خدت بالك انا مقسم لك ستيبس، بس انا ممكن ما تجينيش متقسمه، فانا بشتغل ان الطالب هو اللي هيحل، فانا هلغي كل ده. تعالى بقى نتعلم. يا مستر انت مديني 3 نمبرز، اعمل بلس على طول؟ اقول له كان ممكن تعمل كده لو انا ما قلتلكش كلمه البروبابيلتي. والبروبابيلتي اللي عندنا اللي هي الكوميوتيف والاس سيتيف وكمان الكلوجر، ان انا عندي كلوجر. تعالى بقى نمشي سوا. لازم ابتدي بالكوميوتيف. يعني ايه؟ يعني انا يا مستر هبدل
نمبر مع نمبر، بس عندي شرط انك يا مستر لما تيجي تبدل خلي لي التو نمبرز اللي هتخليهم جنب بعض الاب بتاعهم ممكن يبقى 10. شكرا. ونفس الكلام هنقوله في المالتيبلاي. تعالى بقى نشوف هل ينفع اسيب دول جنب بعض؟ لا. طب امال هتعمل كومبيتيتيف مين مع مين؟ 49 مع 51. استنى، ممكن تجيب ده هنا وده هنا؟ ليه ده؟ انت حر. طب في حد تاني يقولها لي بشكل تاني؟ ممكن اعمل كومبيتيتيف لمين تاني؟ 51 يبقى في واحد قال انا هجيب ال 49 هنا وال 57 هنا كومبيتيتيف. حد تاني قال هجيب ال 51 هنا وال 57 هنا برضه كوميوتيف. الاثنين ترو، انتوا الاثنين صح، مفيش حاجه اسمها بعض. تعالى بقى نطبق. حضرتك هتتعلم تكتب ستيبس، وكل حاجه تعملها تكتب لي النيم بتاع البروبابيلتي. بص كده، يبقى انا قلت ممكن اجيب دي هنا ودي هنا، صح؟ صح. ممكن اجيب دي هنا ودي هنا. تحبوا نبدا بمين؟ نختار مين المره دي؟ 49 يعني هشتغل دي مع دي؟ لا. طيب تعالى نجيب دي مكان دي، يلا بقى بسرعة عشان ما نضيعش وقت. يبقى أنا هسيب الـ 49 وأدي بلس. تعالى نعمل كوميوتيتيف، الـ 51 هتيجي مكان الـ 57 وحضرتك لازم تكتب له النيم. هو هيقول لك ستيت، حدد، هتقول له أدي دي كانت الكوميوتيتيف. طب أنا لسه ما حفظتهاش، هختصرها سي أو دبل إيه. بعد كده هناخد البروبابيلتي التاني اللي هي مين؟ اسيسيتيف. هعمل ميرج، هروح واخد الاثنين دول اكتبهم مع بعض بتوين البرانسيز دولت. ايوه، وادي البلس وسايبين ال 57 بره. انت بتعمل ايه؟ اقول له اي اس دبل اي دبل اس اسيسيتيف. بعد كده بقى اعمل لدول ايه؟ بلس ادي. واحنا قلنا دايما حبيبي هيبقوا ما بين ال 10 وال 100، هيبقى نمبر وزود زيرو مع زيرو يسهل لك عمليه الاد. سيبنا ال 57 بره، ودول لما اجي اعمل لهم 100 اهي، ودي كلوجر، معناها ان اي تو ناتشرال نمبر الصم بتاعهم برضه ناتشرال نمبر. ادي الستبس تعود تكتبها تحت بعض. طب هل ينفع بدل ما انا كان معايا 3 نمبر يديني 4 نمبرز؟ برضه لما اجي ابتدي ابتدي بايه؟ وبعدين كده وبعدين هعمل تعالوا طب نشوف واحده. تعالوا كده بقى نشوف ازاي نستخدم البروبابيلتي بس في مسائل المالتيبلاي. وانا عملت لك ثلاث افكار، دول الافكار المتداوله. اشمعنى يا مستر؟ علشان لما اجي ادي لك مساله تايمز انا مش بختبرك زي الترم اللي فات، لا، انا عايزك تستخدم البروبابيلتي. وطالما قلنا بروبابيلتي يبقى اول حاجه هعملها ايه؟ كوميوتيتيف. طب والكوميوتيتيف تعمل ايه؟ هقول له زي ما انت علمتني زمان التو بتحب مين؟ اشمعنى؟ عشان يدوني التن. طب ولو لقيت فور بتحب مين؟ عشان يدوني 100. ولو لقينا 125 انا هبتدي بقى كالاتي. اول ما تقول لي بروبابيلتي ما ينفعش اعمل تايمز، لازم ابدا بايه اول؟ يبقى انا يا مستر ال 5 تيجي هنا وال 57 تيجي هنا اهو، يبقى دي 2 وادي ال 5 وادي 57. حضرتك تيجي تقول له كلمه كوم وادي جروب، انت تكتب بعد كده بعد الكوميوتيتيف اتفقنا نعمل ايه؟ اسيسيتيف. يعني انا هعمل ميرج، هاخد اثنين، فانا جبت دول جنب بعض عشان هاخدهم مع بعض ومسالتي كلها تايمز. خد بالك من اللي بقوله واقول له اسيسيتيف. اخر حاجه هعمل تايمز، طبعا خلاص هتبقى سهله. بص كده 2 تايمز 5 وادي 57. وعلمتك زمان تايمز 10 بوت زيرو دروب ذا نمبر. ادي كده مسالتك ستيبس تحت بعضيها. هقول تاني مسالتي تايمز، بيقول لي بروبابيلتي لازم تبدا بايه؟ مش بشتغل بمزاجي، انا لقيت 2 ادور لها على 5.
لقيت 4 ادور على 25. لقيت 8 ادور على 100. فانت لازم هتعمل ايه عشان تجيبهم جنب بعض؟ جبناهم جنب بعض هنعمل ايه؟ اسوسييتيف. برافو عليك. جوه مع براكت. بعد كده دول يدوا 10 واي نمبر اعمله تايمز 10 اتعود تقول قول زيرو دروب. هسيبك تفكر في دي وارجع لك تاني. يلا تعالوا بقى نشوف لما يقول لي sum of two even number is ايه ده بس انت مش مديني نمبر. ايوه اعمل ايه؟ انت إيه؟ انا اختار two even. اختار يا مستر. two و two. طب مش عايز two و two. six و eight. مش عايز 6 و 8. ماشي يا عم انت ليه بتصعبها عليا يا عم؟ ها؟ ايه؟ بس حبيبي اعتبر نفسي بس يعني بس حبيبي. ها؟ عايز 2 ايفن. طب ما تيجي تفكرني بالايفن. 0 2 4 6 8. طب يا مستر ليه بتصعب؟ تاني؟ مين الايفن نمبر؟ بالراحه بس 0 2 4. اختار منهم 2 ايفن. اختار 2 ايفن. هو بيقول لي كلمه ايه؟ صم. يعني ايه كلمه صم؟ بلس. تعالى يا مستر اعمل لدول بلس ايكوال كام؟ 4. الانسر دي بقى اسالها انت ايفن ولا اوت؟ ايفن. يبقى الصم بتاع 2 ايفن طلع لي ايه؟ هي دي الانسر. مش ان انت تكتب لي هما طلعوا كام. تعالى بنفس الطريقه sum of two odd. اقول له استنى ثواني يا كروس. الاود ال 1 3 5 7 9 and so on. حضرتك اختار عشان تفهم. يلا عايزين two odd number 1 و plus عشان ده يكون sum. كان ممكن اخد ايه 3 و 5 اي حاجه. يلا اعمل بلس هنا 4. الفور دي طلعت ايه؟ يبقى الصم بتاع الايفن طلع ايفن والصم بتاع الاود برضه ايفن. تعالى بقى نشوف الجمله الثانيه. لو تو نمبرز واحد اود وواحد ايفن يديني ايه؟ ما بحفظش حبيبي. فحضرتك تيجي تقول هاخد 1 و2 يبقى ادي اود وايفن. الانسر ايه؟ يا 3 انت ايه؟ شكرا. ادي دي حبيبي طريقه الاجابه. يا ريت تركز في اللي بقوله. نقول تاني درب نفسك. هل ده عليهم افكار تانيه؟ ايوه تعالى نشوف. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك.